سعيد حارس نادي كاظمة المنتخب الوطني لفرقة الشباب. والله وايد يقولوا لي ان قصتي شوية تضحك، لان في ثالث ابتدائي رابع ابتدائي كنت حارس قدم، وحب وحتى المدرسة وقت الفرص قدم، حارس قدم، اطبر يمين واطبر يسار واصد واناقز. قال لي مدرس اسمه استاذ عمرو، قال لي انا ادرب كاظمة، تعال لي اليوم الساعة 4:30 قدم. قلت له ان شاء الله. جيت له 4:30 واول يوم، حتى ذاك كنت لابس برشلونة، كنت معشق برشلونة. اول يوم والله كله قردش علي، حتى القرش كبره من ترين بخمسه ما ادري كم ضعت. قال لي بعد التمرين انت مالك بالقدم، تعال سحبني لي كره اليد نفس النادي. بعدها بالتمرين رحت، حتى كان كابتن احمد زغلول موجود، اليومك هذا موجود، دخلني قال لي انت من باكر كره يد، لان امكانياتك وجسمك ينفعون تنفع حق اليد. وحتى قعدت يمكن يومين ثلاثة شاور أهلي شنو كرة اليد، شنو ما أعرفها، شلون تلعب، ألعب بس بيدي، أبي حارس قدم. فدخلت بعدها بأسبوع تقريبا، قعدت أسبوع أشاور أو يومين ثلاث، دخلت وسبحان الله حتى حبيتها ودخلت فيها من سنة 2011 ليومك هذا 2022. والله بداياتي مع كاظمة من تحت 13 تحت 12 كانت بدايات حلوة، لأن كانت بدايات ثنائيات دوري كاس مراكز أولى دائما، يعني أتذكر أول سنتين كان عندي 4 بطولات. بعدها شوي حصل دروب بالنادي وما قدرنا ناخذ بطولات، بس ما زال نادي كاظمة كان بمراكز 3 الأولى، يعني كنا الثاني الثالث وكان أغلب شيء الثالث. بعدها إن شاء الله الحين تحت 17 بلشنا نمسك الثاني الثالث، إن شاء الله الحين دوري 19 إن شاء الله ربي يوفقنا وناخذ إن شاء الله بإذن الله. والمنتخب مشاركاتي كانت بالسيلي كاب، بطولة هنغاريا خذينا فيها الأول، وبطولة سلوفينيا أتذكر خذينا فيها الثاني، بس هني كان لي إنجاز خاص فيها إني خذيت أفضل حارس في البطولة. وبعدها شاركنا بالبطولة العربية وخذينا ثاني العرب بتونس. والله شوف هو بديلي، ما أعتبره بس حتى بديلي بكرة اليد، هو أخوي يعني صديقي أكثر، يعني أكثر ما حتى من أخوي، هو حمد دشتي، هو بديلي بكاظمة وهو نفسه هو بديلي بمنتخب الكويت. يعني من احنا نتكلم من 2011 لما دخلت اللعبة هو بديلي بكاظمة، ومن أول ما دخلت المنتخب تحت 15 بسنة 2016 هو بديلي بمنتخب. كل دائما المنافسة بيننا دائما، يعني ليومك هذا أنا ما أدري من أفضل، ما أدري أنا أفضل منه ولا هو أفضل مني. دائما المدربين اليون يقول من الأفضل، حين ما درينا ما ندري من الأفضل، من اللاعب اليوم. حتى أذكر وايد مدربين يونا وليومك هذا من يبي يبلش فيكم بالمباراة أنتوا قرروا، لأنه واثق بالاثنين. وأسمع من ربي بعد أنتوا يعني يحسدوننا أن عندكم حراس كذي، أن عندكم اثنيناتهم نفس مستوى، اثنيناتهم على قلب واحد. يعني لما أقول لك إحنا قلب واحد، إذا هو توفق أنا أفرح له، وإذا أنا توفقت هو يفرح لي. والله اللي يشرف علي بالنادي هو كابتن غيث من دولة تونس، مسكني صار له هنا 4 سنين 3 سنين. من أول بداياتي معاه كنت مقارنة حق الحين كنت أحس نفسي فاشل، شو أنا وين كنت وين صرت؟ مسكني تمارين، يعني كنا حتى نركض بالمضمار عشان اللياقة، وكنا حتى تمارين ردة الفعل وتمارين سرعات الصدة، وهذا خصوصا النادي. بالمنتخب كثير مدربين يمسكوني، كل جهاز فني جديد يمسكني مدرب، كلهم فيهم الخير، يعني كلهم فيهم الخير والبركة، وكلهم فادوني وكلهم استفدت منهم بشغلات معينة. يعني والله شوف توجيهات الحارس أنا عندي مهمة جدا، يعني حتى أنا أكثر كثير أوجه اللاعبين، حتى مرات أوصل مرحلة إني أزف اللاعبين وأصرخ عليهم، حتى في منهم اللي يتضايق في منهم اللي يتقبل، بعدين تعودوا إنه خلاص هذا أحمد جواد ما يتغير، يصرخ علينا لأنه يحبنا لأنه يبي مصلحة فريق. وحتى وايد من كثر ما إني أوجههم غلط بالمباراة، أوجههم غلط على اللي ببالي مو على اللي ببالي المدرب، ويجي المدرب يقول لا مو هذا اللي أبي، أو يلف علي اللاعب يقول لا المدرب يبي كذي. فأوقات تصير بمباريات توجه اللاعب باللي أنت تبي، باللي تبي براسك، إن شلون اللاعب دش عليك شوت، شلون هذا شنو يصير شنو المجريات اللي تصير بالمباراة. فالتوجيه حق الحارس هذا شيء مهم، لأن أنت اللي كاشف الملعب، يعني أنت دائما أول خط هجوم وأنت آخر خط دفاع. الجول اللي دش منك والجول إذا تسبب ودش جول لك هو أهم منك، هو أنت المسبب الأول والأخير. فدائما أنت لازم تكشف ظهر اللاعب وأنت اللي تحميه وانت اللي توجه. والله شوف مع انا عندي مباراة مهمة مع المنتخب
كانت البطولة العربية اللي بتونس اللي صارت 2019 شهر 10 أتذكرها. كنت طول أيام هالبطولة سبحان الله أخي توفيق من الله وماني متوفق. بلشت أساسي أول مباراة ماني متوفق، ثاني مباراة ماني متوفق، حتى اللي صار مباريات الباجية حمد دشتي هو اللي لعب فوقي. سبحان الله نص النهائي مع المغرب، إذا فزنا نصل النهائي، وكنا مباراة حتى يقولون نازل كويتي تيس تيس يعني تعادل. دشتي هني مبلش حمد بدأ يعني حاش له دروب بسيط بالمباراة، ودقيقة يمكن 13 من الشوط الثاني مباراة فرق 2 حق المغرب، ودخلت أنا الملعب. دخلت الملعب ومش يعني صديت، أتوقع أني أبدعت حزتها المباراة وكنت فرحان من نفسي وايد، وإني قربنا النتيجة وفزنا بالنص النهائي وتأهلنا للنهائي. الشيء اللي ونسني أكثر أنه مو بس أني أنا قربت النتيجة وفزت، أنه بعد المباراة لما جت جائزة أفضل لاعب كانوا كثير اللاعبين يستحقونها من منتخبنا، كانوا هم العوامل الرئيسية اللي ساعدتنا الفوز، بس يو عطوني إياها أن أنا كأفضل لاعب بالمباراة. أفضل لاعب بالمباراة تأخذها على 17 دقيقة بس مو 60 دقيقة، هذا بحد ذاته إنجاز وشيء يونسني بصراحة. محلياً والله كثير يعني ما كثير تستفيد منهم، كثير تأخذ منهم الشيء الزين تخلي منهم الشيء اللي هي السلبية والإيجابية. ومن وأنا صغير كنت أسمع عبد الرزاق بلوشي ويصير فضلي، بس هذول ما شفتهم بعيني، أدري أنهم حراس عالميين وكانوا حد ذاته هم شايلين المنتخب. بس إذا بتكلم لك عن الحين وأنا عمري 19 سنة، فلازم أستفيد من مثلا علي صفر، حسن صفر، عبد العزيز الطفيري، محمد بيابس، أستفيد منهم، تستفيد منهم بالشيء بالإيجابيات، وكل حارس له سلبية وإيجابية. برا هو حارس واحد، حارس منتخب الدنمارك نيكلاس لاندين، هذا أفضل حارس أنا شفته بالعالم، وهو اللي هو الوحيد خذ أفضل لاعب بالعالم، يعني حارس يأخذها أفضل لاعب بالعالم هذه صعبة. شوف طموحي حاليا حاليا بكرة اليد هو تحقيق كأس آسيا والصعود لكأس عالم مع منتخب الشباب اللي هو راح تكون إن شاء الله بشهر 8، يعني باقي لنا كم شهر إن شاء الله. هذا طموحي الأول حاليا. طموحي الباقي إن شاء الله إنه بعد تحقيق آسيا وتأهل كأس العالم، لما ألعب كأس عالم الجاي ألعب فيه زين وأخذ كأس آسيا مع منتخب الأول. والله إحنا كلاعبين يد يعني نحتاج كثير، بس بسبب المعسكرات يعني اتحاد الكويت لكرة اليد بسالفة المنتخب مو مقصر يعني بالمعسكرات، يعني كل سنة أنا أطلع معسكر، كل سنة أقعد يمكن أقعد فوق الشهر برا الكويت. هذا الشيء يفيدني كلاعب، يفيدني كلاعب منتخب، بس أحتاجه بالنادي. معسكرات بالنادي مو كثيرة، يعني أنا آخر مرة طالع معسكر بالنادي يمكن قبل 5 سنوات، بالعكس إني أطلع مع المنتخب كل سنة. فيعني أشكر الاتحاد إنه قاعد يطلعني معسكرات كل سنة لأني أفيد، عشان أفيد المنتخب، أفيد دولة الكويت. بس من ناحية النادي أحتاج معسكرات، أحتاج كثير من المعسكرات، ومن أحتاج من المسؤولين بالرياضة المنشآت الطبية. أكثر إصابات لاعبين كرة اليد اللي هم اللي هي الأنكل، الركبة، الكتف. بس كإصابات حارس مرمى يعني أنا كان عندي إصابة عانيت فيها 3 سنين أو 3 سنتين تقريبا، اللي هي التنس ألبو بالكوع، اللي سببها انك انت تكون مرخي بالمباراة وتصد صدة قوية ويرجع كوعك لورا. فهذه اصابة عانيت فيها يمكن 2.5 3 سنين، حتى اللي وصلت مرحلة اني لعبت بطولة على هالاصابة اللي كل يوم اعالجها، وكل يوم حتى يعني اخذ ابرة مسكن او حبوب. والله اللي دائما مسجلني الوالد والوالدة، خصوصا الوالدة يعني هي اللي كانت اصلا للحين هي ضدي اني العب كرة يد من وانا صغير، بس حاليا مستانسة إني ألعب كرة يد. تعرف بعد خوف الأمهات إصابات دراسة ما دراسة، وعندي أهلي كلهم مشجعيني، عندي ربعي اللي ما يحبون كرة يد، اللي ما يعرفون شنو كرة يد حبوها مني أنا. كثير يعني كثير من ربعي شجعوني على هاللعبة وحبوا اللعبة مني أنا، يعني ما حد كان يعرف كرة يد قبل، حبوها مني.
نصيحتي للي ما يلعب رياضة، ضروري انك تلعب رياضة، بس مو ضروري تلعب كرة يد، كرة قدم، كرة طائرة، اللعبات الجماعية. ضروري انك تختار هواية تبدع فيها، تحبها. ممكن الهواية تكون حتى رسم، ممكن الهواية تكون مو مالها بالحركة، بس انك تبدع وتشغل وقت فراغك فيها افضل من انك تقعد وما تشغل وقت فراغك فيها، تقعد وما عندك شيء.